بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ملاكيان باسي جناس من مشيوكي قشتي توكر ظلام خطيب رحمة خويل بيه ايوه لم كتاي باسي جناس وشتي باس كابنا نشاني باش كوي باسي جناس حكم الحق أفهمي ويلحق بالجناس شيئان، يا يلحق بالجناس شيئان. هذه كان ربي دوشت هان أكري وكو باش كوي باسي جناس حسابيان بو بكري لو روك شون بجناس كلام جوانبه بهمان شيء بوان شعر كلام جوانبه حسيني كلا بزيوانا. أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق أويك جامعين يوان دو لفظك بلتي بلا باسي اشتقاق. يعني شي يعني حمد سنة بوخوا هدو لفظك أشنو سريك سرچاوه هدو لفظك وكتور مشتقات همون يعني أشنو سريك مصدر ليرش دو لفظك هروانا مثل بزانا داني كان بني فعلي ماضية، داني كان بني فعلي مصارعة، داني كان بني فعلي أمر، داني كان بني اسم فاعلة، داني كان بني اسم مفعولة، يكي بني اسم الزمان، يكي بني اسم مكان، مثل مشتقات بنتيجة باسي اشتقاق أم دو لفظة بيكو كوكات وملايكا. اشتقاق شي يخوتان زانا اشتقاق وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصولي مع الاتفاق في أصل المعنى أو اشتقاق. اشتقاق أو يدول فصل برامبر يكبيان غري سيرك حرف أصلي كان هل يكن هل يكن حرف أصلي يعني همان حروف هاو كاتش معنى كان هل يكن هل عيني معنى أصلي معنى كان ها نك أو كيسه يعني أو كيسه يعني أم مشتقك أو إيش مشتقك هل يكن معنى يخوي بس أصلي معنى كان هل يكن مثلا يسا ضارب ويضرب هل يمكن هل يك ومن نال معنى ضارب ويضرب هل يك معنى لا والله بس الضرب كما أخذ اشتقاق كان ومصدر كان هل يك دي حرف أصلي كان شو كويك في حرف زيادة يا زيادة كيف في خويد لا يضرب همزة هي لو سرتا ولا ضارب ألف هي لنا وندو واني ملاجيان أم حالة بيال اشتقاق صغير عادة نقولوا شيء اشتقاق شبكار هذا المقصد أمي هو متعارف لبين خوتنا خوتنا زان كوت يعني اشتقاق يعني أوى يعني أوى دو كلمة لحرف أصي كان أو في يكبن وهاو كات أصي معنى كيشان هل يكبي دي طبعا هو توافق الكلمتين في الحروف الأصولي في الحروف الأصولي أو تقييدا في الحروف الأصولي يعني هموي في الحروف الأصولي يعني هر هموي همو حرف أصلي كان يكو يكواي أي إخوان أخواس أقدو لفظ هبون سوريني حرف أصلي كان يكو يكبو بلام لحرف أصلي تريشا هبو جوازيان هبو بلام لقل أو شك جواز بون بوابلين مخرجة كان يكبو يا رنجا نزيك بو ليك بان علم يكبو أو يعني بيانا جي ملايين أو علماء بيانا اشتقاقي أكبر مثلا ثلب ثلم هل كان هل يعني كلينت يا خسن درس يا خسن ثالب ثالم ثالل هل كان هاي لو يعنى باء علي رميمة إخو باء أمي مش ديالة كمخرجة كيان زور نسيك أقل نعلم يكيشا تقول هل كان حرفي شفاوي واني ملايين قولي يكن حالتي كتر هي بيالين اشتقاقي كبير او كوتمان اشتقاقي اكبر بو ملايين
حالة الترمان هي بيلا اشتقاقي كبير. اشتقاقي كبير أويك دو كلمة لبرانبر يك بيجري لروي معناه بيونديان بيكو هبيه بلام ترتيبي حرف كانيان وكو يكنية حرف كان هر يك حرف هر عيني حرفة بس ترتيب كانيان جاوازا مثلا وكو حمد ومدح حمد مدح هر عيني حرفة معنى كان شان ليكو نسيك حمد ومدح خطانا زان خلو تانا ليكو نسيك يا أيسا يا إيسا تروي أيسا ويا إيسا بإصلاح إيش بيالن قلب المكاني حرف يا شو تشوني حرف يا كوي تريشاتو شوني أما بيالن اشتقاقي كبير حرف أصي كان يعني يكا معنى كان شان ليكو نزيكا ولم ترتيبك يان قراءة ترتيب حروفك وكو مرق الرقم يا قمر هم يعني هل قاف وراء ميمة ما راق يعني شوربة رقم يتري يعني جمارة قمر إيش يعني قمر خذ أنا زان شو نقول كيل النوان حرف كان ينكره نا اتفاقني نا والله هني جار مناسبه هي لبيني معنا كان يعني مناسبه انا اقول لك قاعد شي مناسبه كانيه وكوبيا متي حمد ومدح مناسبه يعني هي اي سوي اي سبع لو انا اريك معها قبل بلام قمر وخو قمر ومرق يكنين ملك قمر والرقم يكنين نزيك شنين ليك ولين يكم كسي يكم عالم يك رشاوي أنباسي كردوا خليل كوري أحمد فراهيدي خاوني كتابي العين معجمة قولك قاموس قولك وتعالى ترتيبي معجمة كيش يلا سر وأساسا كردوا أم حرفانا ببي حرف كان شنو شان يدلو سر مثلا قاف وميم وراء يترجع قاف قال بيشوي ميم قال الناون راء قال الأخير جاري كتير ميمة قال لبيا شوية راءك لنا وندا قافق الآخر جاري كتير بعكسه وحر جاري بنوعي أو أبو جورا قاموس في خوي داناو بلا مالين أو كسيك زورترين فرمايش تي لبارو كردوه وبتفصيل لم باس دواوا شيخ ابن جيني رحمة الله ابن جيني نحوي دي أو اشتقاقي كبير أكبر أو دوانا مراد من ملاجان لم جيقا يما كارين ألين أن يجمع اللفظين الاشتقاق مقصد من اشتقاقي صغيرة أو اشتقاق متعارفك أو كوادو كلمة حرف أصي كان يعني يكبه وهاوكات معنى كيش يعني يكبه أصي معنى كان يكبه ترتيب حرف كان يشان نقرى به وحرف أصي كان يكبه يعني همو يعني اشتقاق كتير هي خلق بيالين الاشتقاق من الكبار تصورك انت بيأو وكباسي بسم لو حوق لو حلو لو اعوى انا بيالين اشتقاق من الكبار او شان باسي خماني ملك يا عبشمي يعني عبد الشمسي يا عبد الي يعني عبد الداري أو سألنا على بحر مثلا نحو فأقم وجهك للدين القيم أقم وجهك للدين القيم سأقيم أو فعل فعل أمر قيمش فعيلة هل كان هل
قام يقوم قيام الجراوي. قام يتوافق الكلمتين في الحروف الأصولي مع الاتفاق في أصل المعنى. وهناك أميك كلام الحقاتي جناس. جناس نية ديارة. ديارة كجناس نية. والله ملحقي باسي جناس. فإنهما مشتقان من قام يقوم. أمانة إن شاء الله لقام يقوم شكراون. يعني قام يقوم واصي اشتقاقك إيه. أقل لسه أصي مزي بصرين برين. شكو يخد أنا زان بلاي بصرينو مصدري اشتقاق دائما مصدر. مصدر أصي مشتقاته. والله بلاي كوفينو على النع. فعل. أصي مشتقات. جابلي من قام يقوم أتوني بهدو مزبك معناك. روالتك يعني من قام يقوم وكوكوفيا كان عليه. أو روالتي معناك عبارتك. بس أشتري بلي من قام يقوم يعني هو واسطة. أين بلا قام يقوم مصدرك شانية. قام يقوم خوش تانزان أو أيش لمصدر والكلاوة. كابي أكلي ببي مزبي بصلي إيش معناك. تقدير مضاف بوبكا فإنهما مشتقان من مصدر قام يقوم. رونا ملكيان بانولين والله أمانة لسه مزبي كوفيا كان. والثاني أن يجمعهما المشابهة. والله جوري دومي ملحقي جناسك أويك شتيك دو لفظك كوكاتوا شتك الشيا شتك المشابهة توا ملاقيان مشابهة للرأس المصدر بس بمعنى اسم فاعلة يعني ما به المشابهة. وكوي مامي خطيب خويش يفني وهي ما يشبه الاشتقاق مشابهة أو اشتيك أشبه باشتقاقه أو اشتيك كأشبه باشتقاقه ما أي اتفاق طبعا يشبه الاشتقاق اتفاق اتفاق كلا اشتقاقة يعني الاشتقاق صغيرة بلان ديارة وليس باشتقاق بس كباس اتفاق وباس اشتقاق نية بس اتفاق كلا اشتقاقة مثلا قال إني لعملكم من القالين سقال وقال إنسان وازاني يكن لي يكن نبخوا قال باسي قولة قالين لباسي قلية ملاجة قول أجوفه قلي ناقصه أي شو قول بمعنى قصة كدنه قلي بمعنى رقليبونه ويو نارازيبونه أهوى يسوى اتفاق يعني وقال وقال لو اتفاق يعني اتفاق ايش تقريبا لاشتقاقة شيخو اگر خلق باسي مشتقات نزانية نزانية ما اجوفه وناقصة الامان هل يكن ملجة وانيا جاء امام تفتازاني افرمي فلفظة ما موصولة أو موصوفة أو شيء ما كلا تفسير مشابهة كهاتوا إن شاء الله يا ماي موصولة يا ماي موصوفة ما يك يعني الذي مشابهة وهي مشابهة ما الذي اشتيك يشبه الاتفاق اشتيك كأشبه الذي أو كاتمك ما موصول ما يشبه الاشتقاق ما يكبه مواصفات مشابهة ما يكبه مواصفاتي كأشبه باشتقاقه أو أكلي ما موصوف يشبه بوهد كان قنجي أي أكلي ما كما مصدري به إمامي تفتازاني فننا والله بلان بداخه وزعم بعضهم أنها مصدرية ولا خلق يوتيوتي أو ما معي مصدرية و
وشي وايك دو ملاجا لبرو مشابهة لمعنى كي خوي لا ندا نيجا مصدر معنى اسم فاعل هل بيجا مصدر معنى خوي مشابهة يعني مشابهة. المشابهة هي ما يشبه الاشتقاق يعني المشابهة إشباه الاشتقاق أو ذلك يعني بها لسا معنى مصدر كي خوي بمين يتوا دعي بيشي أوا إمامي تفتازاني وفعني والله هكذا وقصي كدو يقصي كدو يقصي كدو أو الزعمة أي إشباه اللفظين الاشتقاق وهو غلط ويوتم الزعمة وقصك غلط غلط التي رويك واللفظا ومعنى وقال هدو الروا غلط بو قال دي أستو بلي بمن قال إشباه اللفظين الاشتقاق ما يشبه الاشتقاق دي يشبه بابيوتا يشبهاني الاشتقاق باسي لفظين ناكتو ملاجيان نالي فاعلي إشباهك بتيال لفظين أي بلا يشبهاني أو كاتا ونكاتتو تفسيرك يلي وزعم بعضهم أنها مصدرية أي إشباه اللفظين الاشتقاق بنتيجة فاعلي إشباهك دو لفظك أو دوانا أشبهان باشتقاقك أي أستو لفعلك أو توتا ما يشبه أي بلا يشبهاني ما كما مصدر يبي ابي يشبه ضمير كتابه مشعر بي ابو وكوا اما دوان لفظينه دي وتاو هل بصيغه مفرد هنا بيتي جاء غير بصيغه مفرد هنا وتاو بلغي لسرو كان ابي ما كما مصدر شو غير ما كما مصدر بي كيف تسنيه دي وتنيك لو بتسنيه كابي هو غلط اللي روي لفظه وهو غلط لفظا ومعنى اما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في يشبه للفظين أي جاري شخوة وهو لا يصح إلا بالتأويل جاء شوين تأويل كين ملاجا يعني بلي المذكور من اللفظين يشبه المذكور من اللفظين أو إيكا باس كراوة لدو لفظك دو لفظ باس نكراوة دير بك مذكور أبي أوا تأويلي وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد يقيشي غا يعني ناكري تأويل بكري يسوي خمان لباسي قام يقوم وكار تقديري مضاف من بكر ناكري أي شاء الله يبرو والله أكري بلان فلا يصح عند الاستغناء عنه كاتيك من إيش منية بتأويلك وبناي بوب الملك يعني ستو قرأك تبيجي والله تخوالي قرباء مشابهة هربا معنى خويبه إي أوجه آلي أنا مجبور متأويل يبكر ادي كاك مشابهه كب معنى اخوي ليك ما دروا تقول لك ايش ماك اي بلشي ولي والله معك ما هي مصدريه معك ما هي موصوف واضحه جاب اوريش بك لو حالتها هر دوباره تقول لك تي اي تقول لي مشابهه بمعنى اسم فاعل دي ملاك فلا يصح عند الاستغناء عنه كابي إنسان أجر إشي بو تأويله نبوب وش بناي بوبا نولا دروسنيا بوش إشي بينيا أي أتواني بلي ما كماي مصدرية بلي ما كماي موصوفية بولي مصدرية بلي ما كماي موصولة نك مصدرية بلي ما كماي موصوفية مثلا نك مالي مصدرية إشي جيب مصدرية أي لروي معنى وبوش غلطة وأما معنى فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق لروي معناه شو بويه قلم غلطة شو كأجرتو فاعل يشبه بريتيبي لللفظين دي كأك دو لفظك كلا اشتقاقة شيء توافقي دو لفظك لاشتقاقة شيء توافقك يعني أمريكا بروالد وكو يكوانا إنسان لخوي وأزاني أمانة لأصل ليكش الشكراون أو بروالد ليك وكو يكوانا كأبي توافقي دو لفظك لاشتقاقة شيء نك أصل دو لفظك خويا دو لفظ شين تالي اشتقاق شن ملاجيا نوانيا معناه كعلاقي بو دو لفظة وهي كبريتيا لباسي توافق اولا اشتقاق شي اشتقاق خوش بخوي معناه فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق اي شي بل توافقهما
قد يشبه الاشتقاق. شون قال مثلا بأن يكون في كل منهما جميع ما يكون في الآخر من الحروف أو أكثرها لكن لا يرجعان إلى أصل واحد. توافقي اشتقاق شون أما لجان توافقي مشابه باشتقاق قال أويك لهر كام لدو لفظك همان أو حرفاني ترك للفظك ترى هيا يا بلانك موزوريني حرفك عنها بلان بلاي هردو كان هريك معنيان هيا نبخوانين أقل اشتقاق وايا ملجان لاشتقاق حرفكان شان وكو يكوانو أصي معناك شان وكو يك هريك أصي معناك ان هريك حرفكان شان وكو يك بلان ليرا چيا حرفكان يان وكو يك بس أصي معناك ان وكو يك نية بويا موتمانا أما ملحقي جناسة تقول ده جناسة خطا نزان بمرجيراك معناك ده جناسة وكو جناسة بمعنى جواز جناسة بمعنى جواز لاشتقاقا لاشتقاقا أبي معنى كان يكبي لاشتقاقا أبي معنى كان يكبي حرف أصي كان يكبن أصي معنى كشان يكبي بلان ليرن والله حرف أصي كان بابلم يكن بلان معنى كان جواز ويأم الحقي باسي جناس جالي ليش حتمنت وأنيت هالتأويل تقدير مضافي بوك فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق ولا توافق اللفظين يشبه الاشتقاق دي سنمني بين ربهم حالة ملاجيا نمني بين رو والثاني أن يجمعهما ما يشبه الاشتقاق على نحو قال إني لعملكم من القالين حزتي لوط فرمي بقومك يا خوي فرمي بخوا من زورك ملم كارو بدو خيرتي يوا أمني البازي خيرتي يوا ده سنتي داون زورك ملك إني لعملكم من القالين قال فرمي لو لا شر الله قال يا قالوا قال هاد كاريك الملاجة يا ابني حرف كاريك يعني بروالت فالأول من القول والثاني من القلي أو هي كان باتي قولة يعني وتن يعني فرموي إني لعملكم من القالين قالي دوام لقلي والجرى وملاجة قالين يقليش يعني رقل يبو نوا بيمنا أخوش رقم لو كالو كدوتانا تواو جاء يما أقدي قد بدن لهرد عبارتك خطيبة رحمة إخوائي لبي كفرموي أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق والثاني أن يجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق لهرد كان أو شيء اشتقاق معنى باشتقاق صغير اشتقاق متعارفك معنى كرت اشتقاق متعارف تمانشيا او يكوا دو كلمة لحروف اصيا كان انا وكيكبن ودو اتريش اصي معنى كان هدو باريك بلام وقد توهم امامي تفتازاني فنوي او باريزي لو سروق سغلطك كردبوتي تخالي غربا ما كما يمزلي به او باريزا كود من قصك غلطة لروي لفظش ولروي معنى شوى هر أو بريزات توهم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير ويزاني وأويك ألي ما يشبه الاشتقاق مقصي اشتقاق كبيرة أو شغلت أي دوبار ما يشبه الاشتقاق أو اتمان توافق اشتقاق ايش اشتقاق صغيرة أم بيواية أويك لاشتقاق ايش صغير أشياء بريتيا لاشتقاق كبير يا أو توافق لاشتقاق كبير جنك اشتقاق صغير غلط أو وهذا أيضا غلط إمامي تفتازاني أفرمي أميش يهر غلط وكوي بيشوي شون وتي ما كماي مصدر يبو غلط بو أميش ليرى علي مقصد باشتقاق كاشتقاق كبير هدو بار غلط وكوي بيامتن اشتقاق كبير شي بو
اشتقاقي كبير او بك كلميك لقل كلميك ترى لا حرف اصلي كان يعني اوكي يكمن معنى كان شان اجت تاويك نبن زيك من ليك بلام ترتيبي حرف كان اوكي يكنين ترتيبه كان بو او غلطة وهذا ايضا غلط على لان الاشتقاق الكبير هو الاشتقاق في الحروف الاصول دون الترتيب شك اشتقاق كبير ام بين عسكيتي او يك دوشك لحرف اصلي كان انا اوك يكمن بلام ريز بندي حرف كان اوك يك نبي جيغور كي بيك رابي ترتيب كان اوك يك نبي اشتقاق صغير شلون اشتقاق صغير نا إشقاق صغير نية هذا ما إشقاق كبيرة اتفاق الحروف أصي بلام ترتيب كاني جبر كيف يكراو بلام لا إشقاق صغيرة جبر كيف ترتيب نية ملك لا إشقاق بلى نا لا إشقاق كبيرة أفي معنى كان شان يكنبن بس إشقاق صغيرة أبي معنى كان يكبن أصي معنى كيكبن وكوشين من يباس إشقاق كبير مثل القمر والرقم والمرق سأمعنا حرف أصلي كان يكن ترتيب كان يتجاوز قمر قافك لبي شوية ميمك راك راقم راك لبي شوية قافك ميمك ما راق ميمك لبي شوية راك وقافك تمام أوجا وقد مثلوا في هذا المقام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا سورة التوبة جاء علماء كهاتون لم تيقى نمونيان بو ما يشبه الاشتقاق هنا وتوخو خما نمونيك ترمان هنا وتمانوكو إني لعملكم من القالين قال إني لعملكم من القالين دي علماء هاتون نموني ترشان هنا وتوخو آياتي سورة توبة إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا أما توافقا توافقك لإشتقاق صغيرة شيء نقل اشتقاقي كبير ديوتو نموني او حالتي بلا علماء بو استولى اربو دوباره هرري اربو ارحم زوراء ضاد توافق هي بلا لاشقاق شيء انا والله لاشقاق شنو بس بلا لاشقاقي كبير شيء نا والله شو اشقاق كبير وثمان بعد ترتيب حرف كان جواز كاتب بحرف اللي رجع وزملاج. بوي إمامي تفتازانية فين ولا يخفى أن الأرض مع أراضيتم ليس كذلك. فبعشرة ديار أرض وأراضيتم وانية. كه. اشتقاق كبير كيايا. ترتيب الحرف كان جوراوا. أما هرب الروالات أرض وأراضيتم ليكشن. أجناخ ولا الراسية أرض همزة أصلية. أراضيتم همزة استفهامة. بس يموت معنا توافقك في شكل هيا لإشتقاق الشاشف أرض اسماء أرضيتم فعله ونيا أو كابي أقسى وكابرا كديوتي وديوتي والله إن شاء الله مقصدي بإشتقاقك لو عبارة إشتقاقي كبير أو شغلته لقل أو نمونايك ناقية علماء هي نايونة وبو نموني باسي ما يشبه الاشتقاق لقل أو هيك ناقية هرچون يبيو بو قال إني لعملكم من القالين توزيك رنجا رنج بو شو قالو قلي آوا وكبيجي عين الفعلك شو تشوني لامك ولامك هاتو تشوني عينك آوا عشان أوابية أو يائية واضحة توزي لو أجيك بيشي والله شنقو وحكي كراوة والله مخو أمان لو ناجي أو جاء قال وقال تا قال كان ليك شيء يعني باسي توافقي في صورتك أو ني قال لقالينة شيء تا قال لك
لاشتقاق شيء أرى والله اشتقاقي صغيرة شيء سن لقيوة زانية أمدو أنا هل أساسه ويكن قال فعل ماضية قالي رنج إنسان بيلي للا بي والله ميسي فاعلة أعظ إتره بكان ابن بمشتق بحسابك أصياني دي واجني يك أصياني هو التوافق يشبه المشابهتين توافق بروالد لمشابهات يعني أخو مشابه إيش نيملك لإشتقاقة يعني مشابه لإشتقاقة شيء إدي تويتر يترد العجز مصلح كتير باب من أبو دفي لا تبال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين الحمد لله رب العالمين.